سقوط 10 قتلى و15 مصابا في انفجار بأحد أكبر ميادين إسطنبول بتركيا. البرلمان العربي يشيد بإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بتشكيل مجلس النواب، ويؤكد دعمه لمصر والرئيس السيسي من أجل أمن واستقرار المنطقة. الأمم المتحدة تدعو لإجلاء 400 شخص من مضايا لتدهور أوضاعهم الصحية رغم دخول قوافل المساعدات الإنسانية. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة النيل الأخبار. مرحبا بكم، أهلا بكم. أغلقت الشرطة التركية منطقة ساحة السلطان أحمد التاريخية وسط اسطنبول إثر انفجار قوي ضرب المنطقة. قال مكتب حاكم اسطنبول إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في هذا الانفجار الذي هز ساحة السلطان أحمد بوسط اسطنبول، وقد هرعت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف وقوات الشرطة وفرق الإطفاء إلى موقع هذا الحادث لنقل أعداد كبيرة من الجرحى إلى المستشفيات بوسط اسطنبول. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة مراسل أنيل عمر أحمد. عمر، آخر المعلومات المتوفرة لديك حول هذا الانفجار؟ حاكم اسطنبول اولي اسطنبول قال ان هذا الانفجار خلف 10 قتلى و15 جريحا. هذه الارقام هي حتى هذه الساعه. الانفجار حصل في ميدان السلطان احمد في مخرج قصر صوفيا وفي طريق الى كنيسه ايا صوفيا. هذا الانفجار في وسط اسطنبول في المكان الأكثر تاريخية في اسطنبول. حتى الآن المعلومات حول طبيعة هذا الانفجار أو من خلفيه هذا الانفجار غير موجودة نهائيا، لأن السلطات التركية أطلقت حظر إعلام على أي معلومة صغيرة أو كبيرة حول هذا الانفجار. هناك منع بث لأي معلومة حول هذا الانفجار. ولكن من شهود العين، يعني هناك روايتان حتى الآن حول كيفية وقوع الانفجار. الأولى تقول أن هناك انتحارية فجرت نفسها بعد اشتباك مع الشرطة، والفرضية الثانية تقول أن هناك قنبلة انفجرت في هذا المكان. يعني إلى أي الرأيين تميل يعني عمر، أو يميل المراقبون؟ هذا صحيح، يعني هذه المعلومات هي حسب شهود عيان او معلومات غير رسميه او غير دقيقه يمكن الاعتماد عليها. ولكن كما ذكرتم الفرضيه الاولى تقول ان شخصا نفذ يعني تفجيرا انتحاريا. هذه هي الفرضيه الاخرى في الحقيقه، لان موقع الانفجار هو موقع تاريخي شديد الاهميه يقصده الكثير من السياح من مختلف البلدان وخصوصا السياح الأجانب. لذلك هو لديه أهمية كبيرة جدا في موضوع الحماية الأمنية، و يأخذ أهمية كبيرة للأمن التركي بالتأكيد. نعم، لأنه المنطقة هامة ومكتظة دائما بالسائحين. ولكن كما تصل إلينا الآن الصورة مباشرة من مكان الحادث، المنطقة تم إغلاقها وسيارات الشرطة في متواجدة في المكان. هل هناك أنباء عن يعني أي ملاحقات أو أي دور تقوم به قوات الأمن الآن؟ هذا صحيح، هناك أعمال تقوم بها قوات الأمن التركية في التعرف على المسبب، ولكن هذه المعلومات لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم مشاركتها مع وسائل الإعلام أو مع أي شخص آخر في الفترة الحالية. هناك قانون طبع حاليا يعني منع بث أي معلومة، لذلك ما يمكننا قوله أن ما يحصل الآن في اسطنبول هو عملية إسقاط حصار كامل على أي حتى كل شيء، يعني كل معلومه موقع الانفجار.
ولكن ما وصلنا اليه من فتره شهود عيان ان الاتجاه خلف حفره في عمق متر في موقع الاتجاه، هو اتجاه كبير ايضا، لكن هويه القتلى هل هم اتراك، هل هم اجانب، هل هم سياح؟ حتى الآن غير واضحة. نعم، نشكرك شكرا جزيلا عمر أحمد مراسل النيل متحدثا من أنقرة، وسوف نعاود الاتصال بك على مدار الساعة. وما زلنا معكم نتابع وقائع هذا الحادث الخاص بالانفجار الذي حدث مؤخرا في ساحة مسجد السلطان أحمد في وسط إسطنبول. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا من أنقرة البروفيسور خيري كرباج أوغلو، وهو أستاذ جامعي والمحلل السياسي. بعد هذا الحادث يعني ما هو السيناريو الذي يعني يعتبر أقرب إلى الواقع وفقا لمعطيات الأحداث عموما في تركيا؟ لأن هناك يعني سيناريوهين وتوقعين ليسوا يعني بشكل رسمي، ولكن ظهرا في الفترة الأخيرة، هو أنه عملية انتحارية أو قنبلة تم تفجيرها في مكان الحادث. إلى أي الرأيين تميل أكثر؟ نعم طبعا أقرب إلى المنطق أنه يعني محاولة انتحارية طبعا لأسباب سياسية. أنا لا أشك في يعني أن الأمر لها علاقة مباشرة بالسياسة الداخلية والخارجية. في الداخل أقرب شيء، أقرب ما يخطر بالبال أنه السياسة القمعية الأخيرة تجاه حزب المال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، هذا قد يكون سبب أقرب إلى المنطق. والثاني دخول تركيا في سوريا وتعاملها مع بعض القوى، والاحتمال الثالث هو داعش، لأنه في الأيام الأخيرة دخل تركيا حسب ما وردت من المعلومات في معارك مع ضد داعش، قام بقصف مواقع داعش، هذه الأمور الثانية. لكن أغرب شيء أنه الاحتمال أنه متعلق بسياسة تركيا الداخلية وفي الخارج بالنسبة لسياسة تركيا تجاه سوريا، هذين الأمرين أقرب إلى المنطق. طيب سيد خيري، برأيك ما هو السبب في اختيار هذا المكان تحديدا، والذي يعتبر مكان من أكثر الأماكن السياحية المعروفة في وسط إسطنبول، وهو ساحة مسجد السلطان أحمد والذي يعج بالسائحين وفي تعزيزات أمنية شديدة، وعلى الرغم من ذلك تم استهداف هذا المكان تحديدا؟ نعم، هذا رسالة واضحة. نعم. أنه بسبب يعني تقديم صورة سيئة بالنسبة للسياحة التركية، لأن هذه المنطقة تسمى غرفة الاستضافة لتركيا أو لإسطنبول، ومنطقة فيها تتواجد السياح كما تفضلت. وهذه لكن من الناحية الأخرى طبعا مثل هذه يعني انفجارات انتحارية لها رسائل عدة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، دعادات أمن الشعب بقوات الأمن في الداخل، يعني عدة رسائل مش رسالة واحدة. لكن طبعا المستهدف هي الحكومة الحالية مش المواطن عادي، الأمر متعلق بالدرجة الأولى بسياسة الحكومة الحالية الداخلية والخارجية. نعم، هل ظهرت أي ردود أفعال رسمية حتى الآن تجاه هذا الحادث؟ لا، بس صرحوا بأنهم يعني قاموا بدراسة الأمر وقدموا معلومات عن القتلى والجرحى. نعم. لكن بالنسبة لأسباب هذا الانفجار لم يعلقوا لحد الآن، لا من الحكومة ولا من محافظة إسطنبول. نعم. ما وصلنا شيء حول هذا الموضوع. جزيل الشكر المحلل السياسي البروفيسور خيري كرباج أوغلو متحدثا إلينا من أنقرة، وما زلنا معكم على الهواء مباشرة في تغطية حية لحظة بلحظة لوقائع هذا الحادث الأخير الذي وقع تحديدا في ساحة مسجد السلطان أحمد في وسط إسطنبول. مراسل النيل في تركيا عمر أحمد ذكر أن هذا الانفجار نجم عن تفجير انتحاري استهدف ساحة السلطان أحمد التي تعد واحدة من أهم وأشهر الوجهات السياحية في المدينة.
كما نتابع هناك طوق أمني يحيط بالمكان، وكذلك أيضا سيارات الإسعاف وأيضا قوات الأمن موجودة في المكان الذي وقع فيه هذا الانفجار. حتى الآن الأرقام المبدئية التي صدرت أنه وقع هذا الانفجار وأسفر تحديدا عن سقوط 10 قتلى على الأقل و15 جريحا حتى هذه اللحظة، وبالتأكيد سنكون معكم فور ورود أي جديد يصل إلينا. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمروءة وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار في البلاد خلال الفترة الصعبة التي تمر بها مصر، حيث إنه تولى السلطة في ظروف صعبة. أضاف بوتين خلال مقابلة صحفية له أنه من الضروري بذل قصارى الجهد لتوطيد ودعم السلطة الشرعية في بلدان الشرق الأوسط، مؤكدا أن روسيا لا ترغب أن يتطور الوضع في بلدان المنطقة مثلما تطور الوضع في ليبيا والعراق. وجه رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان تهنئة للشعب المصري وقيادته السياسية على إتمام آخر استحقاقات خطة خارطة الطريق الديمقراطية بتشكيل مجلس النواب وانتخاب رئيسه الدكتور علي عبد العال. وأشاد الجروان خلال جلسة البرلمان العربي التي عقدت بمقر الجامعة العربية بشفافية العملية الانتخابية التي راقبها البرلمان العربي، مؤكدا دعمه لمصر ولرئيس عبد الفتاح السيسي في جهوده من أجل أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية بأكملها. وتنضم إلينا من مقر الجامعة العربية مراسلة النيل أمل صبري. أمل، كيف يعني جرت الأمور داخل الجامعة العربية وأهم الموضوعات التي تم مناقشتها في جلسة البرلمان العربي؟ التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل الأخبار. بالفعل انطلقت صباح اليوم بمقر الجامعة العربية اجتماع أو الجلسة العامة للبرلمان العربي برئاسة السيد أحمد الجروان. هناك العديد من الموضوعات التي تم طرحها خلال هذه الجلسة العامة. يمكن بدأ السيد أحمد الجروان كلمته في الجلسة الافتتاحية بتقديم التهنئة للشعب المصري على إتمام الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل وإقامة أو إنشاء البرلمان المصري. للاطلاع على مزيد من التفاصيل يسعدنا ان يكون معنا السيد احمد الجروان رئيس البرلمان العربي. سيد احمد بنرحب بسيادتك. شكرا جزيلا. في الواقع بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نتقدم باسم الشعب العربي والبرلمان العربي باسماء التهنئه والتبريكات الى مقام صاحب الى مقام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والى الشعب المصري العظيم والى اعضاء البرلمان المصري على عقد جلسته الاولى يعني التي تم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب، ونبارك له وننتظر أعضاء مجلس النواب المصري لمشاركة البرلمان العربي في المحافل الدولية والداخل العربي. هناك العديد من الموضوعات التي تم طرحها خلال الجلسة العامة اليوم، يمكن من أهمها أو في صدارتها موضوعات الأمن القومي العربي وكيفية صيانتها، تكلمنا عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر؟ نعم، في الواقع يعني الظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة العربية يحتم علينا الطرح كثير من القضايا والموضوعات التي لها يعني حضور في هذه الأيام، لا سيما التدخل الإيراني السافر في الشارع العربي الذي ليس هو بجديد، ولكن الجديد في هذا أن هناك هبة شعبية عربية سياسية دبلوماسية لوقف هذا التدخل السافر الإيراني في الشأن العربي. وبهذا في هذا الملف البرلمان العربي يشيد بدور الدبلوماسية العربية في البيان الوزاري الذي اختتم يوم قبل أمس في جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي يساند البيان والنتائج التي ظهر في هذا الاجتماع بمساندة لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في إجراءاته ودعم الدبلوماسية العربية في هذا الملف. هناك كثير من القضايا التي هي حديث الساعة ومستمرة، لا سيما القضية الفلسطينية وهي القضية الأولى في جدول أعمال البرلمان العربي، والبرلمان العربي يؤكد دائما دعمه ووقوفه بجانب الشعب الفلسطيني وتقديم
وعرض كل المستجدات من انتهاكات صهيونية إسرائيلية على الشعب الأعزل للمجتمع الدولي، ووقوف ومساندة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية الفلسطينية في هذا الملف. كذلك يعني الملف السوري الذي يدخل الآن عامه الخامس، ويعني لمسنا فشل الدبلوماسية الدولية في حل هذا الملف، وأيضا لمسنا فشل القوى الدولية في التصدي للإرهاب الذي يغذي ويعزز هذا التوتر في سوريا بصورة عامة وفي المنطقة، لا سيما يعني الفشل أيضا في تقديم الدعم الإنساني لأخواننا وأهلنا وأبنائنا في سوريا، وتأتي دائما المبادرات بعد أن يعني نقدم تضحيات وتقدم كثير من الإشكاليات، خصوصا لو سلطنا ضوء على قرية مضايا مؤخرا بعد حصار 7 أشهر وبعد أن مات الأطفال ومات الناس ويعني تعقدت الأمور، الآن يدخل المجتمع الدولي، الآن صح ضمير المجتمع الدولي. فالبرلمان العربي أيضا يسلط الضوء على هذه الإشكاليات ويطرحها تساؤلات أمام المجتمع الدولي، ومطالبة الداخل العربي وجمع الدول العربية ب يعني تسخير كل علاقاتهم ودبلوماسياتهم للضغط. نتكلم عن الملف الإنساني الآن وثم الملف السياسي. الملف اليمني وهو الحاضر أيضا، مساندة البرلمان العربي للتدخل العربي لصيانة الشرعية في اليمن والبرلمان ودعم الشرعية في اليمن، والبرلمان العربي أيضا يطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم الإنساني لأهلنا وأخواننا في اليمن، وأيضا يؤيد استمرار وبدء يعني حوار دبلوماسي إيجابي يجنب اليمن أو يعني ينهي في اليمن يعني حالة الاقتتال والاحتقان. نعم. لو انتقلنا إلى الملف الاقتصادي، ويمكن جاء هذا الملف ضمن الموضوعات التي تم تناولها اليوم، ومن بينها أيضا أو من أبرزها إنشاء منطقة عربية حرة، دور البرلمان العربي في دفع أو دعم هذا الصدد؟ نعم، قبل أن نذهب إلى الشأن الاقتصادي لابد أن نعرج على ليبيا، وهي قام البرلمان العربي بزيارة ليبيا، ويطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي برفع الحصار عن تسليح الجيش الليبي لحماية الداخل الليبي والأقليم ليبيا أيضا من الشرق أو من الغرب ومن الجنوب ومن الشمال لمحاربة الإرهاب ومحاصرته، ودعم الحوار الوطني الليبي برعاية عربية وبتوافق ليبي، وعدم فرض حكومة من الخارج تعزز الانشقاق في ليبيا. البرلمان العربي استضاف في جلساته الأخيرة المسؤولين عن الشأن الاقتصادي، والبرلمان العربي الملف الاقتصادي يعتبر القاطرة التي تقطر الاستقرار والتنمية في المنطقة، ونحن يعني ناقشت اللجنة الشؤون الاقتصادية هذا الملف، وهناك من الإجراءات التي يعني سوف إن شاء الله يطرح البرلمان العربي في هذا الشأن. السيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا جزيلا، أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. يعني كما تابعنا أبرز وأهم تفاصيل ما جاء خلال هذه الجلسة التي بدأت في انعقادها صباح اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة السيد أحمد الجروان، والتي ستستمر على مدار اليوم وغدا بإذن الله. العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية وأيضا ما يخص المرأة والشباب والطفل العربي كان محور هذه الجلسة صباح اليوم. كما تابعنا الأوضاع في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا أيضا كانت محور اهتمام الأعضاء البرلمان العربي، كذلك القضية الفلسطينية والتي كانت وستظل القضية المحورية لكافة الدول العربية. شكرا جزيلا لك مراسلة أنيل أمل صبري من مقر الجامعة العربية. وجه مجلس النواب برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة المجلس وبتأييده له. وكان المجلس قد وافق في جلسته المسائية أمس الاثنين على تشكيل 19 لجنة نوعية خاصة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تعرض عليها القرارات بقوانين والتي صدرت في غياب البرلمان، والبالغ عددها 341 قرارا بقانون، وإعداد لائحة داخلية للمجلس بما يتفق مع أحكام الدستور على أن تنتهي من عملها يوم السبت القادم. كان مجلس النواب قد وافق في جلسته المسائية بالأمس على وقف البث المباشر لجميع جلسات البرلمان،
وأوضح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن هناك اقتراحا من 40 عضوا بوقف البث المباشر لجلسات المجلس، وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الصحافة موجودة في المجلس وستواصل عملها في أماكنها المحددة. نتحول إلى برلين، حيث وصل وزير الخارجية سامح شكري في زيارة له تستمر 4 أيام. من المقرر أن يلتقي شكري مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاين ماير لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة لعدد من القضايا الإقليمية. سيلتقي شكري خلال الزيارة بزعيم الأغلبية البرلمانية بالبرلمان الألماني فولكر كاودر وعدد من المسؤولين وممثلي الكتل السياسية، إضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى. طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم الحكومة السورية بالسماح بإرسال عيادات متنقلة وفرق طبية إلى بلدة مضايا المحاصرة، وذلك لتقييم حالة سوء التغذية وإجلاء الحالة الخطيرة. وقال رئيس قسم العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين إن 400 شخص يجب أن يخرجوا فورا من مضايا لكونهم يواجهون خطر الموت وهم يعانون من سوء التغذية ومن مشاكل طبية أخرى. إجلاء 400 شخص من مضايا في ظل التدهور الصحي الشديد لهم. الإعلان جاء بالرغم من بدء تنفيذ اتفاق دخول قوافر المساعدات الإنسانية إلى بلدتي مضايا والفوعة المحاصرتين. يجب إجلاء 400 شخص من مستشفى مضايا على الفور. يجب أن نسعى لذلك فورا عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإلا سنخاطر باحتمال وفاتهم بسبب سوء التغذية أو مضاعفات صحية أخرى. كان مجلس الأمن قد اجتمع بناء على طلب من نيوزيلندا وإسبانيا لبحث مصير البلدات المحاصرة في سوريا سواء بواسطة قوات الجيش السوري أو المعارضة المسلحة، بعد ورود تقارير عن آلاف المدنيين المحاصرين منذ أشهر بدون أي إمدادات غذائية ليواجهوا ويلات سوء التغذية والجوع. السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد التزام حكومته بالتعاون الكامل في إيصال المساعدات الإنسانية، لكنه أصر أن كثيرا مما قيل عن مضايا يستند إلى معلومات كاذبة، واصفا صور الجياع التي انتشرت مؤخرا بأنها ملفقة. كما برر الجعفري نقص المساعدات الإنسانية في مضايا بنهبها من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة. على الجانب السياسي، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإصلاح الدستوري الذي تتبعه انتخابات برلمانية ورئاسية أهم شروط التسوية السياسية للأزمة السورية. وأشار الرئيس الروسي إلى أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا وتهيئة الظروف الملائمة لتنمية الاقتصاد ووقف الهجرة إلى أوروبا لن يكون واردا إلا في حال يحدد الشعب السوري وحده من سيحكم البلاد وكيف سيفعل ذلك. بوتين أقر أن الرئيس الأسد قد ارتكب العديد من الأخطاء خلال الصراع في بلاده، لكنه شدد على أن الأزمة وصلت إلى حجمها الراهن نتيجة الدعم الخارجي المتمثل بالتدفق الكبير للمال والسلاح والمقاتلين، مشيرا إلى أن مسؤولية معاناة الشعب السوري تقع على عاتق كل من دخلوا إلى الأراضي السورية حاملين السلاح وأولئك الذين يساعدونهم من الخارج. في سوريا، دخل الجيش السوري بلدة سلمة أبرز معاقل الفصائل المقاتلة في ريف اللاذقية. يأتي ذلك بينما دخلت قافلة المساعدات الغذائية والطبية إلى بلدة مضايا في ريف دمشق، حيث تفرض قوات الحكومة منذ 6 أشهر حصارا على هذه البلدة. وأعلن الهلال الأحمر السوري اكتمال دخول الشاحنات إلى كفرية والفوعة في ريف إدلب بالتزامن مع دخول الشاحنات إلى مضايا. إنه مدخل بلدة مضايا المحاصرة، وهؤلاء المنتظرون هنا هم من أهلها الذين أمضوا ساعات في ترقب قافلة المساعدات الإنسانية متحدثين بألم عن ظروف عانوها وعانوا منها. بالليل منبكي ما مننام، حتى أولادنا يعني نعرف كيف بدنا نطعميهم وللأسف ما منلاقي شيء. بعدين في عنا تجار ذبحتنا، تجار الدم، تجار الموت منسميهم، بدهم حق كيلو رز 75,000، حق كيلو المرغل 40,000. ما عاد فينا أمان، ما عاد فينا مواد غذائية، ما عاد فينا تدفئة، ما عاد لنا رحمة من الناس، لا عم ترحم حالها ولا عم ترحم الناس الآخرين. اللي عم يتاجروا وعم يعملوا مصاري بيقولوا إن شاء الله ما بيفتح الطريق.
أخيرا وصلت المواد الغذائية والطبية التي ترافقها سيارات الأمم المتحدة بلدة مضايا، وبالتزامن وصل خبر دخول شاحنات الهلال الأحمر السوري المحملة بذات المساعدات بلدتي كفرية والفوعة في ريف أدلب ليبدأ الحديث حول ما إذ كانت ستصل هذه المساعدات إلى مستحقيها. الحكومة أدخلت اليوم مساعدات غذائية تكفي لشهر أو لشهرين، وبالتالي المشكلة كيف يتصرف هؤلاء الإرهابيون مع المواطنين، هل يسلبونهم، هل يبيعونهم، هل يتاجرون؟ وليس هدف الجيش العربي السوري ولا الحكومة السورية حصار مواطنين، على العكس كانت العلاقة طيبة بين المواطنين والجيش. الحصار هو للإرهابيين لكي لا يتسللوا إلى داخل دمشق، وأنت تعلم أن مضايا ليست بعيدة عن دمشق. تطبيق هذه التسوية أخذ وقتا لكنه نفذ أخيرا في وقت تتوارد فيه الأخبار عن غارات جوية واحتدام معارك بين الجيش السوري وخصومه في العديد من أرجاء الجغرافيا السورية. اتفاق مضايا كفرية الفوعة ضرورة إنسانية ستخفف من مأساة عشرات آلاف المحاصرين، بينما سيبقى مئات الآلاف من السوريين المأزومين في مدن وبلدات أخرى بانتظار بارقة اتفاق تعيد لهم آملا طال انتظاره. قناة النيل للأخبار، لقاء إشحادي، دمشق. يعيش اللاجئون السوريون في لبنان في أجواء شديدة الصعوبة، حيث يعيش اللاجئون في خيام متهالكة وممزقة لا تقيهم برودة الشتاء القارس، ويشتكي اللاجئون من نقص المساعدات التي تصل إليهم في الشتاء والتي لا تكفي حاجاتهم، فضلا عن نقص المواد الطاقة واللازمة لعملية التدفئة. مآسي إنسانية يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان، ففي أحد المخيمات في سهل البقاع يعيش اللاجئون في خيام متهالكة وممزقة لا تقيهم برودة الشتاء القارس، ويحاول اللاجئون تدفئة الخيام بإشعال النار في الأخشاب في ليالي الشتاء الباردة. عم نقضي برد أولاد وخيام اللي شوفت عينك، عم نجيب حتى بنحط بكل قاعد وأعطي النار للصوب عشان الأولاد يضلوا نايمين من البرد. كما يشتكي اللاجئون من نقص المساعدات التي تصل إليهم في الشتاء والتي لا تكفي احتياجاتهم. اي والله مع المساعدات خفيفه عم تجينا بالشتاء، لا بطانيات لا فرشات، لا الثلج كسر الخيمه علينا، الثلج نزل على الخيمه كسر الجسر النصاني دعمناه من جوا، مساعدات ما عم تجي خالص يعني بالشتاء خالص. ونظرا لحاله الخيام المتهالكه فقد تنفذ المياه الامطار خلال تساقط الامطار والثلوج الى داخل الخيام، ويخشى اللاجئون من أن تدمر الأمطار خيامهم فضلا عن نقص مواد الطاقة اللازمة للتدفئة. ما عندنا مازوت، ما حد ينطينا مازوت، والمية هيك بالبراكية قامن يبكان ويقول ليش هيك، نقول هن يدبرها الله. إيه شو نسوي يا يابا. ويضم هذا المخيم في سهل البقاع اللبناني 30 خيمة، وهو واحد من بين نحو 3000 مخيم للاجئين السوريين في أنحاء لبنان. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 70% من اللاجئين السوريين في لبنان، والبلغ عددهم نحو 1,000,000 لاجئ، يعيشون في فقر مدقع. في اليمن قتل 23 مسلحا من ميليشيات الحوثيين وصالح، وأصيب العشرات في الاشتباكات التي دارت في جبهات القتال بمدينة تعز وقصف لطائرات دول التحالف العربي. يأتي هذا بينما تواصل طائرات التحالف قصف مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح في العاصمة اليمنية صنعاء. قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم بإعلان إيراني هارب وكويتي بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني. يأتي ذلك الحكم المشدد في ظل حالة من التوتر بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو حكم محكمة أول درجة وقابل الاستئناف ثم التمييز. كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة متهم واحد بالمؤبد وبمعاقبة آخرين بفترات سجن مختلفة بين 5 سنوات و15 سنة. نشرتنا لازالت مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع العاهل الأردني العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطورات الأزمة السورية.
13 قتلى على الأقل و15 مصابا في انفجار بأحد أكبر ميادين إسطنبول بتركيا. البرلمان العربي يشيد بإنجاز الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق بتشكيل مجلس النواب، ويؤكد دعمه لمصر ورئيس السيسي من أجل أمن واستقرار المنطقة. الأمم المتحدة تدعو لإجلاء 400 شخص من مضايا لتدهور أوضاعهم الصحية رغم دخول قوافل المساعدات الإنسانية. ونتحول الآن لمتابعة أهم وآخر أخبار الاقتصاد. نتابع أهم أخبار المال والأعمال مع الزميل حسام عاطف. تفضل حسام. شكرا لهام وشكرا دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقة اقتصادية جديدة أهم ما فيها. وزير المالية يحدد محاور الإصلاح الاقتصادي، وهي إصلاح السياسات الاقتصادية وبرامج للحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية. أهلا بكم من جديد. قال وزير المالية هاني قدري إن الحكومة تسير في خطوات للإصلاح الاقتصادي منذ عامين عبر ثلاث محاور رئيسية. تصريحات قدري جاءت خلال افتتاحه لمؤتمر آليات نجاح تطبيق القانون الضريبة على القيمة المضافة. وأوضح وزير المالية أن أول هذه المحاور هو إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية، والثاني هو تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية من خلال التحويلات النقدية مثل المعاشات الضمانية والإسكان الاجتماعي وبطاقة التموين وغيرها. وأضاف قدري أن المحور الثالث يتعلق بمشروعات الاستثمارية، مؤكدا أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل الذي يعتبره خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم وحماية الاقتصاد أيضا. وإلى البنك المركزي المصري الذي عدل قواعده لتشجيع البنوك على إقراض مزيد من العملاء. أعلن المركزي الاثنين أنه عد تعليماته الائتمانية للبنوك لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العملاء والحد من المخاطر التي يشكلها تركز الإقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى. هذا وخفض البنك المركزي الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد، خفضها إلى 15% من المستوى الأول لرأس مال البنك مقارنة مع 20% في السابق. كما خفض البنك المركزي الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية، وكانت 5% في السابق. جاءت هذه التعديلات بعد إعلان البنك المركزي عزمه المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف لزيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار الجهود الرامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل جديدة. من ناحية أخرى، أجدت المستشارة القانونية لاتحاد بنوك مصر رقية رياض إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستساعد في توفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات المصرية للخارج. وأوضحت المستشارة القانونية لاتحاد بنوك مصر إن البنك المركزي أصدر 3 معايير أساسية لتعريف المشروعات، هي حجم الأعمال وحجم العمالة ورأس المال المدفوع في المشروع. كشف ممثل بنك التنمية الإفريقية في مصر فيزولاسون إن البنك شارك خلال عام 2015 في نحو 30 عملية تنموية بالبلاد تقدر بنحو 1.7 مليار دولار. وأكد لاسون أن البنك وافق على تمويل مشروعات تنموية في مصر في عدد من المجالات بمبلغ 5.4 مليار دولار في الفترة من عام 1974 إلى ديسمبر من 2015. كما أشار لاسون
إلى أن قطاع الطاقة يستحوذ على نحو 49% من محفظة التزامات البنك، فضلا عن قطاعات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية. أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي أن العام الحالي سيشهد طرح ترددات للجيل الثالث للمحمول وترددات للجيل الرابع أيضا. تصريحات القاضي جاءت في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات كايرو ICT. وصرح وزير الاتصالات بأنه سيتم طرح رخص للإنترنت بالمحافظات خلال الربع الأول من العام الحالي. كما قال القاضي إن قطاع الاتصالات سيشهد تطورا على عدة محاور ستسهم في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين، علاوة على تحسين كفاءة الإنترنت بمصر. نتحول إلى البورصة المصرية التي وصلت خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي منتصف التعاملات، مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين الأجانب والعرب. هذا وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.7 مليار جنيه ليصل إلى 416.8 مليار جنيه. مشاهدينا الكرام، من البورصة المصرية أنهينا هذه الوقفة الاقتصادية. أعود مرة أخرى لريهام ودينا وباقي النشرة، تفضل. شكرا حسام. استقبل وزير الدفاع الأمريكي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يزور حاليا الولايات المتحدة الأمريكية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي إن كارتر بحث مع الملك عبد الله القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة السورية. وأعرب كارتر عن تقديره البالغ إزاء الجهود التي تبذلها الأردن في التصدي لتنظيم داعش. وكان العاهل الأردني قد التقى في وقت سابق مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبحث عدد من قضايا الشرق الأوسط. يلقي اليوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطاب حالة الاتحاد السنوي، وهو آخر خطاب من هذا النوع يلقيه أوباما الذي بدأ عامه الأخير كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعلن البيت الأبيض توجيه الدعوة لحضور المراسم التي تقام في مقر الكابيتول، وذلك إلى لاجئ سوري وصل مؤخرا إلى الولايات المتحدة إضافة إلى جندي أمريكي مسلم من أصل باكستاني. تأتي دعوتان في إطار رد البيت الأبيض على أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين سعوا لمنع اللاجئين السوريين من التدخل في البلاد بزعم الخوف من اندساس إرهابيين بينهم. تواصلت الحملات الانتخابية لمرشح الرئاسة الأمريكية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وقد أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تفوق المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون على منافسها بيرني ساندرز بنقطتين فقط في ولاية آيوا، فيما تفوق ساندرز عليها بأربع نقاط في ولاية نيو هامشاير. أما في السباق الجمهوري فقد تفوق عضو مجلس الشيوخ المحافظ تيد كروز على دونالد ترامب بأربع نقاط، الأمر الذي دفع ترامب إلى التشكيك في جنسية كروز الأمريكية حيث ولد في كندا لأم أمريكية. نظم آخر معتقل بريطاني تم الإفراج عنه من معتقل غوانتانامو، نظم مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في لندن، وذلك بمشاركة عدد من المعتقلين السابقين للمطالبة بإغلاق هذا المعتقل. وقد أفرج عن المعتقل البريطاني في أكتوبر الماضي بعد 14 عاما من الاحتجاز التعسفي بدون توجيه أي تهمة له. كان رئيس باراك أوباما قد أصدر أمرا تنفيذيا في يناير من عام 2009 لإطلاق سراح أو نقل المعتقلين وإغلاق المنشأة خلال عام واحد. ويأتي ذلك بينما يعارض الكونغرس الأمريكي فكرة إغلاق المعتقل خوفا من إقدام بعض السجناء الخطرين به على التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة.
هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بأنها تملك قنبلة هيدروجينية يمكن أن تدمر كل الأراضي الأمريكية في وقت واحد. جاء ذلك على لسان وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية التي أكدت أن بيونغ يانغ تملك قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي، مشيرة إلى أنها تملك أيضا سبل نقل الأسلحة النووية برا وبحرا وجوا ودون صعوبات. وجددت الوكالة الرسمية التأكيد على نجاح التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية، مشيرة إلى أن هذه التجربة تدل علميا على قدرة القنبلة الهيدروجينية المصغرة. نشرتنا تتواصل وفيها بعد هذا الفاصل، فنان بوليفي يحول الأبنية الحكومية الفقيرة بمدينة ألتو للوحات فنية سعيا للدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية. نتحول إلى أهم أنباء الرياضة.